يعني حابب أعمل مشروع لحالي وحياتنا تصير منيحة. يا الله يا منصور، ما بتتخيل قديش كبرت بعيني. ليش؟ أنا كنت صغير بعينك مثلا؟ لا لا لا، أنا قصدي إنه الطموح كتير حلو كتير. لك أخ، أنا بدي رأس مال كبير، بدي رأس مال كبير وأقدر أفتح مشروع وغيرك لحياتي. والله والله لساعدك بكل شيء بقدر عليه. والله عن جد وصال؟ وجد الجد. زعما شو بده هاد؟ ألو، كيفك منصور؟ الحمد لله تمام. وينك؟ شو ويني؟ أنت وينك؟ نحن بالمستودع، قوم تعال حتى نروح نسهر. ايه وشو عادة ما بدا حتى أنت تحاكيني؟ بالعادة فوزي هو اللي بتصل فيني. لأنه العصفورة قالت لي إنك زعلان، وأنا ما بيهون علي حدا من أصحابي يزعل. قوم تعال قوم. ايوه الله يسمعنا الأخبار الطيبة، منيح العصفورة حكيت بالأخير. قوم تعال، اليوم سهرتك علي وبرات البيت. ماشي، مسافة الطريق وعندك. مع السلامة. بدك تطلع منصور؟ ايه وين المشكلة؟ المشكلة انه الدنيا صارت ليل وانا ما بدي اياك تتركني لحالي هون. لا يا، نحن متفقين انه ما بتتدخلي فيني ولا بتسأليني لا وين رايح ولا من وين جاي. عجد انت ما بتنعطي وش؟ بس انت من شوي كنت عم تقول انه بدك تتغير وانك مالل وبدك تعمل مشروع جديد بالحياة وتتغير. خليك مثل ما كنت من شوي. بدك تبطلي الفلسفة تبعي؟ اخ